السلام البنات، نتمنى تكونوا بألف خير. نتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في أحسن الأحوال. نشكركم ديما على الدعم ديالكم ليا المستمر، وكيف ما ديما في كل أول فيديو ديما كنبغي نرحب بالناس الجداد اللي عاد غينضموا للقناة ديالي، قناة نيزا شانيل. ما تنسونيش بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديالي. فيديو ديال اليوم متنوع كما عودتكم، غادي نشارك معكم الطاجين اللي حضرت بالخضر، وغادي نشارك معكم ايضا دواز اتاي غريبه برقائق اللوز كتجي زوينه ولذيذه، وكنحضرها ببيضه واحده وبمقادير بسيطه وفي متناولكم ان شاء الله، حيت بزاف البنات طلبوني باش نبقى نحضر بحال هكا حليوات ديال دواز اتاي يكونوا ساهلين. مره غنبقى ننزلهم لكم في الفيديوهات. هنايا كنت كنحضر المخنفر، خديت غير وحده باش فطرت بها انا، والباقي اللي بقى خليته حتى الكاسكروت للوليدات ديالي. راكم عارفين في الصباح كيبغيو ياكلوا غير شي حاجه خفيفه ويمشيو للمدرسه، حتى العشيه ونعطي لهم الكاسكروت. غادي ندوز دابا باش نشارك معكم الطاجين ودواز اتاي وكاع الحويجات اللي حضرت في هذا الفيديو. بالنسبه للاقتراح ديال اليوم، غنقترح عليكم الطاجين بالخضره مشكله، يعني كل حاجه منها شويه. كيف ما شفتوا خديت الطاجين درت فيه شويه ديال القطع ديال اللحم. اللحم كيبقى على حسب عدد الافراد العائله ديالكم. درت شويه ديال زيت الزيتون، زيت البلديه، شويه ديال الزيت الروميه. هنايا درت واحد البصله كبيره مقطعه هكا طويله. صافي، غادي نضيف دابا العطريه، غادي ندير شويه ديال الملحه، شويه ديال سكينجبير. كيعجبني صراحه نطيب الطاجين، لان كنتهنى كندير فيه كلشي، كنسد عليه وكنخليه كيطيب على عافيه مهيله، ماشي بحال الكوكوط بعض المرات كتعذبني. كنفضل انا نطيب في الطاجين. راكم عارفين في القناه ديالي اغلبيه الاكل كنديرو في الطاجين. صافي، هنا درت شويه الابزار، شويه الفلفله الحمراء الحلوه، شويه ديال الثومه بودره. الا ما بغيتوش ديروها يمكن لكم ديروا الثومه طريه، انا بعض المرات كندير غير هكا الثومه بودره. صافي، شويه ديال الخرقوم ضروري باش كيعطي اللون للطاجين. صافي، نخليها هكا كيتقلى واحد شويه، ومن طبيعه الحال غادي نضيف شويه ديال القزبر والمعدنوس. نتوما عارفين اني ديما كنحتفظ بهم انا في المجمد، كناخذ واحد الكميه كبيره كنقطعها وكنديرها في المجمد، مي كنحتاجو كنجبدو. نخلي هاد الحيمات والبصله يتقلاو مزيان، ومن بعد غادي ندوز باش نضيف الخضيره اللي حضرت اللي نقيتها وغسلتها. صافي، هنا من بعد ما تقلاو كاع الحيمات مع البصيله، غادي نضيف شويه الخيزو اللي قطعته رقيق على شكل دوائر باش ما يهزش ليا الطياب. نديرو هو الاول مباشره من مورا اللحم، حيت هما اللي كيهزوا الطياب شويه. ومن بعد غادي ندير القطع ديال البطاطا. عارفيني بانني كنطيب في الطاجين، كنفضل انني نطيب فيه وما كياخذش ليا الوقت. وبزاف البنات كيسولوني كيقولوا واش كيطيب لك اللحم فيه. بطبيعه الحال كيطيب، كنديرو على عافيه مهيله وكنمشي نقضي شغلاتي كنساه حتى كيطيب على خاطرو. صراحه كتجي الماكله ديالو لذيذه وزوينه، احسن من الكوكوط. صافي، هنايا درت شويه ديال الشيفرون، كيبغيوه الوليدات ديالي حتى الزوج ديالي كيبغيه. هنايا ستفت البطاطا، الشيفرون، غادي ندير شويه ديال الجلبانه باش نعطيو شويه ديال الالوان للطاجين. صافي، ندير شويه ديال الجلبانه حتى هي من الفوق. بالنسبه للجلبانه البنات، راكم عارفين كنستعمل ديال المجمد، كناخذها من ليدل. واحد البنت سولتني قالت لي واش كتغسليها، من طبيعه الحال كندوز عليها شويه ديال الماء. صافي، وكنستفها من فوق الطاجين. اصلا هي راها مغسوله ومنقيه ومعلبه، يعني ما يحتاجش تغسلوها. صافي، هنا غندير شويه ديال القزبر والمعدنوس من الفوق، ونعاود نضيف شويه ديال العطريه. بعض المرات كندير العطريه في شي بانيو كنبقى ندوز فيها الخضره عاد كنستفها، وبعض المرات كندير غير هذه الطريقه كتجيني سهله. صافي، هنا غندير ليها شويه ديال البزار من الفوق، شويه ديال الفلفله الحمراء الحلوه، وشويه الملحه. صافي، ونغطي عليه شويه ديال الخرقوم من طبيعه الحال باش كيعطي اللون للخضيره، ونغطي عليه ونخليه كيطيب على المهل. غادي نوريكم الشكل ديالو النهائي ملي غادي يطيب. كيف ما شفتوا معايا زدت واحد نص كاس ديال الماء. صافي، ونخليه كيطيب على المهل على عافيه منقوصه مهيله حتى يطيب يكمل الطياب ديالو. من بعد ما كيطيب هكا كيجي زوين ناشف من المريقه، كنخليها انا كيعجبني يكون ناشف الطاجين من المرقه.
غير هذيك الخضيره راه كطلق المريقه ديالها وكيطيب الطاجين. يعني اكتفيت انا غير بنص كاس ديال الماء، هكا كيجي. كنتمنى حتى نتوما تجربوه في البيت ديالكم. اي خضره درتو فيه راه الطاجين، اي خضره دارت فيه كتجي لذيذه وبنينه. هكا البطاطا، خيزو، اللافت، الشيفرون، يعني اللي كان عندكم في البيت ديروه فيه، كتجي كيجي زوين ولذيذ. اصلا الطياب ديال الطاجين لا يعلى عليه، كيجي زوين احسن من الكوكوط وايضا صحي. غادي ندوز دابا باش نشارك معكم الدوز ديال اتاي غريبه برقائق اللوز، سهله وبسيطه. فخليكم معايا حتى لاخر الفيديو، غادي تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. بالنسبه لدواز اتاي اللي غنقترح عليكم اليوم، ولا الحليوه الساهله والبسيطه اللي غنقترح عليكم، غريبه برقائق اللوز كتجي زوينه هشيشه. بالنسبه للمقادير غنقترح عليكم مقادير بسيطه وان شاء الله متواجده عندكم في البيت. غادي ندير معكم غير بيضه وحده، وانتم الا بغيتوا ديروا كميه كثيره ضاعفوا المقادير. اول مره جربوا غير هكا بحال اللي غنوريكم انا. غادي نحتاجوا بيضه في المقادير، نحتاجوا كاس ديال الكوكو ديال جوز الهند، غنحتاجوا كاس ديال الزيت، وغادي نحتاجو كاس ديال السكر سنيده. بالنسبه للقياسات ديما كنعطيهم لكم بالكاس ديال العنبه، الكاس ديال اتاي، كما قلت لكم كاس الكوكو، كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر سنيده. بطبيعه الحال الخميره ديال الحلوه ما غنستعملش هذه كامله حيت فيها 15 غرام، غنستعمل غير النصف ديالها تقريبا 7 غرام، ولا تاخذوا واحد جوج معلقات صغار ديال الخميره. غادي نحتاج واحد المعلقه كبيره ديال الكونفيتور المشماش، ولا ديال الخوخ، ولا ديال الليمون اللي عندكم في الدار. ومن طبيعة الحال الدقيق اللي غادي نجمع به هذا الخليط هذا اللي غادي نحضر، وشويه ديال الملحه، واحد القريصه ديال الملح باش نلذذوا الحلوه. بالنسبه للتزيين غادي نحتاجوا رقائق اللوز، اللوز ايفيلي، الا ما عندكمش يمكن لكم تستعملوا ايضا الكاوكاو مهرمش ولا اللوز مهرمش. وايضا غتحتاجوا الماء الزهر، والا ما بغيتوش ديروا الماء الزهر يمكن لكم ديروا البياض ديال البيضه باش تلصقوا به داك اللوز ايفيلي ولا الكاوكاو مهرمش ولا اللوز مهرمش. غادي ندوز دابا باش نشارك معكم الطريقه ديال تحضير الغريبه. صافي، هنا غتاخذوا شي قصريه اللي غتخلطوا فيها، ولا البانيو بحال هكا، هذا اللي كنت شاركت معكم في المشتريات السابقه ديال المطبخ. صراحه كينفع. كيف ما شفتوا درت البيضه، الراس ديال المعلقه ديال الملحه، الكاس ديال الكوك، الكاس ديال السكر سنيده، ومن طبيعه الحال الكاس ديال الزيت النباتي، كل شيء بالقياس ديال كاس العنبه. غادي نضيف المعلقه كبيره ديال المربى ديال الكونفيتور ديال المشمش، وانتم اللي عندكم في الدار تقدروا ديروا حتى ديال الخوخ، وتقدروا ديروا حتى ديال الليمون. صافي، وغادي نبدا نخلط هذا الشيء هذا، ومن بعد غادي نبدا نضيف الدقيق بالتدريج، والخميره ديال الحلوه هي اخر حاجه راكم عارفين في الحلوه. بالنسبه للدقيق تقريبا غادي ياخذ معكم واحد 3 سلكيسان ونص حتى لأربعة ديال الدقيق. عينكم ميزانكم حتى يتجمع لكم الخليطه ديال البيض والزيت والسكر والكوك. تبقاو تضيفوا بشويه بشويه حتى يتجمع لكم، ومن بعد تديروا دوك جوج معالقات ديال الخميره ديال الحلوه هما الاخرين. صافي، وهكا كيكون واجد العجين ديال الغريبه. من بعد غادي ندوز باش نشكلها ونوريكم كيفاش كندير ليها كيفاش كنزينها بالرقائق ديال اللوز. صافي، كما قلت لكم غتبقاو تضيفوا الدقيق بالتدريج حتى يتجمع لكم العجين. ما تقصحوش العجينه باش ما يدخلوها الفران تنفخ وتشقق وتجي رطبه وهشيشه. صافي، غير يتجمع العجينه حبسوا. صافي، دابا غادي ندوز باش غادي نشكلها على شكل كريات، وغادي غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي نديرها في الماء الزهر وندير ليها الرقائق ديال اللوز. صافي، غادي ناخذ الطبسيل اللي غندير فيه شويه ديال الماء الزهر، وطبسيل غندير فيه هكا اللوز ايفيلي. كما قلت لكم الا ما عندكمش اللوز ايفيلي يمكن لكم ديروا الكاوكاو مهرمش، يمكن لكم ديروا اللوز مهرمش، يمكن لكم ديروا حتى الزنجلان، كتجي زوينه غريبه، كتجيب كاع هاد الحويجات كتجي زوينه. كيف ما شفتوا كنضغط عليه شويه بيديه باش يتفرتت، ما يبقاش هكاك صحيح صاين.
غادي ندوز دابا باش نبقى نشكل من العجينه كويرات متوسطين ديال الحجم، حيت راه فيهم الخميره مازال غيدخلوا للفران وغادي يتنفخوا غيتشقوا. صافي نديروا بحال هكا في الماء الزهر. الا ما بغيتوش ديروا الماء الزهر وما كانش عندكم، يمكن لكم ديروا الابيض ديال البيض كما قلت لكم، وتبقاو دوزوها هكا في اللوز بهذا الشكل هذا، وتستفوهم في اللاطه. حاولوا تبعدوهم شويه حيت مازال غيتنفخوا مني غيدخلوا للفران. اللاطه يا اما ديروا ليها الورق الزبده بهذا الشكل هذا، او دهنوها غير بشويه ديال الزيت. صافي تستفوهم حتى تكملوا الكميه كامله. تقريبا انا هذا القياس اللي عطيت، هاد المقادير اللي عطيتكم عطاوني هاد اللاطه كامله وواحد نص طاوه اخرى. صافي دابا غادي نكمل العجين كامل، غندخلها للفران على درجه حراره متوسطه. تخليكم ديما واقفين حدا الفران لان دغيا كطيب. غادي نشعلو من الفوق ومن التحت على 150 حتى 160 درجه حراريه لمده ديال 15 دقيقه، 10 دقائق 15 دقيقه كتكون واجده. ما تخليوهاش في الفران بزاف حيت غادي تقصح من بعد. وديروها في الوسط ديال الفران هكا، كتجي الغريبه من بعد ما كطيب، كتجي زوينه ولذيذه. كيف ما شفتوا انا خليتها شويه خدات اللون، يمكن لكم غير شويه تبدات هذا. صافي وتخرجوها خليوها حتى تبرد، ما تقيسوهاش ديك الساعه حتى تبرد، عاد من بعد حولوها من الطاوه ديال الفران. كنتمنى الغريبه ديال اليوم، الاقتراح ديال دوزتي يكون نال الاعجاب ديالكم. كتجي زوينه وسهله، يمكن لكم نتوما تضاعفوا المقادير. غادي نفتح لكم وحده باش تشوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي من الداخل. كتجي زوينه وهشيشه، ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا الخبار. نتمنى دواز اتاي والطاجين اللي اقترحت عليكم يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديالي. ديما كنرحب بالناس الجداد اللي عاد غينضموا للقناه. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم. خليت لكم لهنا وراحت البال، حتى الفيديو الجاي.